السلام عليكم، كي دايرين؟ لاباس. بالنسبه لتقويه الشعر والهرمونات الحمراء، يعني الهرمون الحمرين والبيضين، وبالنسبه للفقر في الدم، وبالنسبه للكونستيباسيون القبض، تعالوا معي ان شاء الله غادي نجرب معكم واحد المشروب اللي هو صحي على الريق ان شاء الله مده شهر. بقوا معايا. غادي نحتاجوا ليمون، غادي نحتاجوا باربا اللي ما طيباش، وبذور الشيا. من الاحسن يكون ماء معدني كما تشوفوا معايا. ضفنا كل شيء في العصاره، بقاو معايا حتى نصفيه ان شاء الله في الصفايه. هانتوما كما تشوفوا عصرته ودرته في هذا الكاس. هذا غادي تدخلوا عندي اليوتيوب وغادي نوري لكم طريقه الاستعمال الباربا مع الليمون للوجه. هذا الوجه ان شاء الله غادي يوليو لا كلاص وغادي نستعملوه للوجه. بالنسبه هذا الباربا اللي تتبقى هنايا ما تسمحوش فيها، ما تلوحوهاش، غادي نعاودو نستعملوها كيف القاعده، وغادي نرميو عليها الماء ديال الماء المعدني ونعطيوه، نديرو واحد السيترونه ولا حامضه ولا ليمونه ونعاودو نعصروه. يعني ان شاء الله بقوا معايا حتى الاخر. وبالنسبه لطريقه الاستعمال ان شاء الله بذور شيا، دخلوا عندي اليوتيوب ان شاء الله وغادي نوري لكم كيفاش كيفيه الاستعمال هذا العصير على الريق ان شاء الله مع بذور شيا وهذا الكلاصون ان شاء الله. بالنسبه للوجه، لنضاره الوجه تيكون استعمال الوجه ان شاء الله باش يولي الوجه صافي ان شاء الله باذن الله. بقوا معايا ان شاء الله. كما تشوفوا معايا عصير الباربا مع الليمون والماء المعدني وبذور الشيا، وهذا الكلاصون ديال الباربا اللي غادي نستعمله ان شاء الله في الوجه. بقاو معايا ان شاء الله، دخلوا عندي اليوتيوب، ما تنساوش تدعموني بلي لايك بلي كومونتير، وإلا بغيتوا تعرفوا المزيد من هذه المعلومات ان شاء الله فهاد العصير مهم جدا، استعملوه قبل الفطور بنص ساعه ومده ديال شهر حتى شهرين، داوموا عليه لانه مزيان للقبض، مزيان لنضاره الوجه، مزيان شنو نقول لكم الهرمونات الحمراء، مزيانات بزاف، فيه الفوائد مهمه وكثيره سيرتو مع بذور الشيا. بذور الشيا دخلوا لعندي لقناه اليوتيوب وغادي نوري لكم طريقه الاستعمال ان شاء الله. شكرا.